فضل ضربة جزاء ناجحة سجلها محمد علي برونتا. أكيد استجوابات ما بعد المباراة وكذلك بلاتو تحليلي اللي انطلق على الساعة 24 دقيقة تقريبا لمواكبة لهذا اللقاء الهام وتأهل ترجي لمجموعات الشامبيونز ليج دوري المجموعات. ترجي في موسمها في أوبجكتيفها دائما التأهل، يعني أول أوبجكتيف التأهل لدور المجموعات، هدف مقابل صفر. في انتظار الاستجوابات عاطف الجبالي أكيد استجوابات ما بعد المباراة والمواكبة المباشرة على الوطنية الأولى لفوز صعيب كان للترجي وتجاوز أسبقية بلاتون يونايتد. تفضل تفضل عاطف. نستناه في المدرب إذا نبيل معلول لين يلتحق بنا، قال جوست ندخل باش نهني الملاعبية ويخرج لنا توا. دونك تمشي لاعبين كان ثم لاعبين بحذاك عاطف عبد الرحمن أكيد حتى استجوابات اللاعبين اللي بالطبع كانت صعبة المباراة عليهم على المستوى البسيكولوجي وقيمة الرهان في التواجد في دور المجموعات من أمجد الكؤوس الأفريقية. والمدرب نبيل معلول اللي أكيد رفقي سبق له إحراز الشامبيونز ليج أمام الوداد البيضاوي وفي نفس الموسم فاز بالبطولة وكذلك الكأس 2011 مع مجموعة فيها الهشري وبنانا يايا ومعز بن شريفية وخالد القربي ومجدي التراوي وسام الدراجي ويوسف المساكني والخبرة القارية لمدرب الترجي الرياضي التونسي. إلى حد الآن ينتظر عاطف في استجواب الإطار الفني للترجي الرياضي التونسي، ترجي اللي فاز هدف مقابل صفر والتجاوز أسبقية المنافس في أبوجا. كان نرجع للبلاتو مع اسكندر الحجام وأكيد باش تكون مراوحة مع عاطف الجبالي في انتظار الاستجوابات. رفقي بوستة على التعليق المتميز حقيقة على هذا اللقاء اللي كان متميز، مراوحة ما بين التشويق ما بين الأمل ما بين بعض الأحيان المباراة قريب توفى يندرى خيال مواقع. هذا الكل باش نرجعوا له بعد قليل مع كل من الكابتن عادل الأطرش والكابتن سيف الله المحجوبي. ولكن في نهاية المطاف ألف مبروك لممثل كرة القدم التونسية في تشامبيونز ليغ الأفريقي حاليا الترجي الرياضي التونسي مهما كانت الظروف، المهم هو اقتلاع ورقة العبور إلى دوري مجموعات تشامبيونز ليغ الافريقي. في المقابل نقول مبروك ايضا هنيئا للنادي الرياضي الصفاقسي يقتلع ورقه العبور للدور القادم ما قبل المجموعات لكاس الاتحاد الافريقي بعد انتصاره هدف مقابل صفر بامضاء دياكيتي دقيقه 38 والنتيجه اذا كان ما تغيرتش فانه خليتها 3-0 للاهلي المصري امام الاتحاد المنستيري. حظ اوفر للاتحاد المنستيري مشرفه كانت مشاركته في تشامبيونز ليغ الافريقي وغدوه ان شاء الله ختام مسك مع النادي الافريقي في دوري كاس الاتحاد الافريقي. في انتظار عاطف جبالي والعوده ممكن جدا نكون استجواب مع نبيل معلول. كابتن عادل مباراه كانت مشوقه للغايه ممكن جدا نحكيه في الكواليس الامور ما مشاتش ما مشاتش ما نقولوا اصعب مما كان متصور معناتها منتظر معناتها بصراحه والعدة أسباب والعدة عوامل معناتها إذا كان نحبوا نحكي وخاصة الخصم يعني اليوم شفناه بالمجد معناتها قلقنا برشا عمل ريكوبيراسيون هوت معناتها على البورتور دو لابال ما خلاناش نكوروا لزونا باش ندخلوا في اللعب في جو لون بتاع واللي هما يسون معناتها فافوري معناتها علينا واللي توقعناه دخول بن حموده باش يريفاليزي يعني يريفاليزي للكور العاليين ديجا كانت فكرة نتاع نبيل طيبة بدخول بن حموده اللي عاوننا برشا في اللي بالايريان. الحاجة الوحيدة اللي نجم نقولها راهو هذه عواقب لو مونك دو كومبيتيسيون، هذه عواقب شفنا معناتها ايكيب تاع فريق نيجيري حاضرين سي لو بلون اتليتيك فيزيك وشفنا انه احنا اون بوكو سوفير دونك كملوا بطولتهم في اواخر شهر جويليا ثم عندهم اسبقيه مباراه ذهاب واياب دور التمهيدي الاول مهما كان حاضرين اكثر منا احنا ولكن الحمد لله الأهم شيء نهني رواحنا بهالمرور للدوري المجموعات هذا أهم شيء ونحضر رواحنا وأكيد اللي جاي أحسن من اللي تعدى. واضح سيف كان مستبعد في الكواليس حكينا عن ممكن تواجد محمد علي برمضان كأساسي
نقولوا ديما ان شاء الله يرجع في فورما 100%، وهو كان صاحب الهدف الوحيد في هذا اللقاء. محمد علي بن حموده حصر على ضربه جزاء وتم تحويلها بنجاح وبصعوبه، خلينا نقولوا مباراه اليوم، لانه بلوك كثافه دفاعيه كبيره اليوم للفريق النيجيري ضد الترجي. اول حاجه مبروك للترجي التونسي وجمهوره، ماتش صعيب، ترشح صعيب كما قال زعاد اللي ترشح في بالنا اسهل من هكا حق، معناها شفنا فريق نيجيري فريق واقف مليح، بلوك له معناها له بلوك با له بلوك طالع، بالعكس في الوسط تيرا خلى قلقونا برشا، ما خلوناش نخرجوا كره كوم الفول. هذا الكل راجع اكيد، نعاود نرجع راجع تاخير البطوله، شفنا بريسك الفرق الكل نتاع الفرق التونسيه، شفنا الاتحاد المونستيري معناها في الماتش الذهاب والاياب كيف كيف، معناها شفنا الاياب اليوم خسر 3، كيف كيف النادي الصفاقسي انتصر 1-0، كيف كيف الترجي التونسي كانت نتيجه يعني فيها مجازفه، فيها 1-0 فيها برشا مجازفه، لكن انا قلت لك معناها مازين بيغادر، هذه معلومه جديده للي مش قاعد يتابع في التاريخ، معناها حاجه باهيه معناها، وباش نعرفوا اللي كونوا الفرق معناها الافريقيه برشا قربنا لبعضنا، قرب شفنا تو الفريق هذا ما عندوش تقاليد في الـ في الـ في, في الشامبيونز ليج، لكن اليوم قدم مباراه كبيره. صحيح الترجي التونسي بعيد عن النسق، لكن اليوم كنا نجم نشوفه بخير سيرتو على المستوى الهجومي، الحق ضيعنا برشا كوره، ضيعنا ظهري 3-4 فرص كنا نجم نسجلوهم، كنا نجم سيرتو بريميتون هرتا نتفرجوا في الحوصله، كنا نجم نماركيو هدف ولا اثنين نرتحوا بها ليكيب وحتى البريسيون على الملاعبيه. برافو برافو الحق لمحمد علي بن حموده اليوم اللي كان موجود في موجود معناها في الـ في الـ في الـ في, الـ في لي سونتر كل هكا ولا سعاده، مش على خاطر جاب ضربه جزاء كهو السيف هو دي. يمكن انا ديما نرجع نقول بالنسبه للملاعبيه، محمد علي بن حمود عرفناه من اول انه هبط على خاطر لو جو ايريان بتاعهم قوي برشا وباش يعاوننا، ولكن ممكن انا فما نقطه ما تكلمتش فيها، هو عزيز عبيده اللي ورا بوكوت كاركتير، ورا اللي ملاعبي ينجم يعاون برشا لسبيرانس وينجم عنده مستقبل كبير. شوف الخطا هذا ايضا ان شاء الله نستحفظوا عليه، ان شاء الله هو بيدو نستحفظوا عليه ان شاء الله، معناتها يعني الظروف تكون باهيه باش يمشي لبعيد. فما نقطه اخرى بالنسبه لبوغرين اللي ما عدا الكره نتاع اول الدوزيام ميتون اللي تخلى السيرفاس، واللي المطلوب من بوغرين يزمو يقرب اكثر للمهاجمين، ياسر يلعب بعيد ياسر يلعب من بعيد، وهذا شيء ممكن ماهوش في صالح المجموعه. هو صحيح صحيح، انا معاك ونوافقك في صبر بوغرين، كان حسيناه كان يلعب ياسر بعيد ياسر على التزويد بعيد ياسر على لي زاتاكون، يمكن الامور البدنيه، نعاود نرجع الامور البدنيه، النسق زاد غايب النسق، ممكن ان شاء الله ان شاء الله نبيل معلول ظهري بالمقابله تاع اليوم. المهم هو المهم والاهم هو ترشح النتيجه بطبيعه سيف، نعطيه حق حارس نيجيريا ولا اكيد اكيد اليوم صراحه يعني قلنا صحيح الترجي ضيع عديد من الاهداف، ولكن فما حارس كبير برشا اليوم فما صراحه حارس، اما راهو كان ناخذوا بمقياس الفريق النيجيري ما عدا الدرج الاول انوزا شويه انتيميدي هكا وانفلونسي بالريكوبيراسيون، دخلنا شويه بعضنا والرميز دو توش اللي صارت شويه لتماركات ما فماش، اللي في با داكسيون فرونش بالنسبه لليكيب النيجيري، معناتها في با داكسيون فرونش، معناتها اذا كان نحبوا نحكيو اعطيني الدبشي مع هذا الدرج الاولاني شنو هي الكره اللي نحاها الدبشي؟ فما والله مش فما هجومات معاكسه كانت هجومات معاكسه لكن مثل خطوره ماهوش مخترين، معناتها ماهوش مخترين يعني ما فماش حاجه اختار رجال الدبشي اللي باش تقول انت ان غارديان فسخ بونتو، لا ما فماش يا في با، فما الدرج الاول صارت لا روميز دو توش اللي تقلقنا بها برشا، واللي تير هوريزمون ضربت في جو بونس في بن علي سير روميز دو توش، ومن بعد هذاك الكل قلقونا في خروج الكره برشا بالريكوبيراسيون اوت اللي عملوا هنا، ما نجمناش نخرجوا كره كوم يلفو نلعبوا، وكيما توا كان يقول سيف فما لو مونك دو ريتم هو اللي قلقنا برشا اكثر من هذا، لو مونك دو ريتم يعني يافي با دو ريتم على خاطر ما خاطر اون با دو ريتم دونك ما نجموش نطلبوا. شوف 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 ربي الاندفاع تاع بن حموده وكان سبب في ضربه جزاء بن يعني حموده اليوم اضف لي اللي قلتوه عليه الكل، كان سبب صراحه في ضربه جزاء اللي تحاولت ما توفقش اليوم بالسجل، لكن اليوم مقابله كبيره لمحمد علي بن حموده في اللي سونتراج الكل كان موجود، حتى في ريكوبيراسيون كان موجود، خرج لعب برشا خرج من الدزويت ولعب برشا مع اصحابه، برافو. اما نقط ما نقولش اذا ممكن دريسيت اذا ممكن دريسيت ابار صابر بوغرين زاد حمدي الهوني، حمدي الهوني نستناو فيه سيرتو الاسبيرونتيست كلهم كاشخين الكل يستناو في حمدي اللي نعرفوه، حمدي مازال ما يعطيناش 100% وقت حسنا بحمدي في جيست تكنيك ولا في سونتراج ولا في تير مازلنا ما لقيناهوش،
ان شاء الله ان شاء الله بالخدمه وان شاء الله بالكومبيتيسيون يرجع. هذا ما نقولش نقطة استفهام، مش ما يتغشش عليه برشا عباد، ماهوش نقطة استفهام، لكن ما فماش علاش يتغش عليك حد حد. هذا متفقين فيه. تو خلينا نحكيو نيفو كوتشينغ، الناس الكل نعرفوا مدى قيمة نبيل معلول، هذا ما فماش حتى أدنى شك، وأهل مكة أدرى بشعابها، معناتها هو قريب لجواريته ويعرف علاش البدري ما دخلش اليوم، ويعرف علاش أقحم برمضان، وخاصة هذا اللي نحب نسألكم عليه، علاش التغييرات نوعا ما كانوا متأخرين حسب رأي المتواضع والخاص. يعني شفنا نتيجة، شفنا عامل إرهاق البدني كما كنتوا تحكيوا، مانك دو كومبيتيسيون، دونك خلى الجاهزية البدنية ممكن ضعيفة نوعا ما، ولكن تقريبا التغييرات كانت نوعا ما تنجم تكون قبل الوقت هذاك شوية. كابتن عادل. والله أنا ما نشوفش التغييرات كانت متأخرة شوية، ما عدا بوغرين ممكن كنا نجموا يعني نستغناو عليه في وقت قبل شوية، ما الآخرين الكل في وقتهم ما فماش. بون فما التغيير نتاع صدام اللي هو بار أوبليغاسيون لي بليسور نتاع بن علي، وإن شاء الله يكون لاباس، واللي بالمناسبة زاد هذه نشكره برشا أنه لعب في رول كين هذاك، وإلا يتي معناتها بوزيتيف برشا، معناتها حتى خدم برشا وقدم برشا، معناتها يعطيه الصحة. يغادر نفس الوقت هو غيلان شعليلي على فكرة. كيفاش؟ نفس الوقت يغادر هو غيلان شعليلي. بون بالنسبة للغيلان بوتيتر سي لا فاتيك، نجم نقول لك هذا، نقول لك 100%، خاطر ما ينجمش يكون مش نقول لك شوية تكتيك ممكن باش يهبط بالرمضان، وممكن ياسر ممكن ياسر بالرمضان، ما ننساوش هذا بعيد برشا على الكومبيتيسيون، راه وراجع من بعيد، ويحتمل مازال ماهوش او بوان 100%، كان مستبعد مشاركته في مباراه. كانت مستبعده، هذا علاش سالت. نقولوا احنا البدري وينو؟ ما نعرفوش وينو البدري. اي ما نعرفوش معناتها وين البدري، علاش لي شونجمون هذوما الكل مش موجود البدري في لي شونجمون هذوما الكل. فما حاجه بوتيتر، فما حاجه نبيل يعرفها بالطبيعه، نبيل يعرف مصلحه يعني الجروب نتاعو، يعرف مصلحته هو زاده، خلينا نكونوا واضحين يا اخي، مصلحته اونترنير قاعدين يعني باش يكون في ظروف احسن ويخدم، والفيكتوار تعرفها تخلي الاجواء باهيه وتخلي الناس تغزر القدام يعني باريحيه. اليوم المهم صار انا زيرو، مي راهو يلزمنا نخدموا اكثر، يلزمنا نحضروا روحنا اكثر. نبيل مع الوقت اكيد باش يلقى لا بون فورمول في الجروب، عندنا برشا ملاعبيه، بن عياده زاد كيهبط لا تونتي، وداير حتى في اللي ماتش ميكو ظاهر سيتان جوار كيما قال لي سيف عليه، قال لي نوف دمي اكثر من ان اتاكون دو بوانت يعني فرام، معناتها وهذا باهي ايجابي. دونك عندنا جروب مش ما عندناش، اما راهو تقعد ديما لازم تكون فما اون ايكيب تيب ان جوار. نستخلص من كلامكم انه تقريبا الاسباب حددته، يعني كنا نتمناو كناس الكل، وكان قادر الترجي لو سجل هدف تتغير المعطيات، ما عادش باش يقعد فريق دفاعي بالنسبه للبلاتو يونايتد النيجيري، ما حصلش هذا، حارس عملاق، ولكن الاسباب تحدد اللي هي ما فماش مباريات رسميه تاخر البطوله، هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه هذا ما يولد مربوطه بعض، يعني الارهاق البدني، فما جاهزيه كبيره وما نموش على صبري بوعازي، لانه مش مشكله معد بدني، ولكن مشكله كومبيتيتيفيتي، الاستمراريه في المباريات الرسميه. كيف اسكندر كان غايب الراي، كيف زاد راي مجموعه جديده، نشوفوا اليوم ثلاثه ولا اربعه ولا خمسه ملاعبين جدد اول مره يلعبوا مع بعضهم في ماتش اوفيسيال، معناها سي با فاسيل باش نجم تخرج منهم ايكيب من الاول، يلزمهم دي ماتش 2-3-4-5 ماتش باش يعرف نبيل معلول الكيب نتاعو تيب، وهذا حامل من العوامل. باهي دونك توا اللي صار دونك المهم اللي حكينا فيه انه الترجي تأهل، دونك مازلنا نحكيو على ممثل كرة قدم تونسية في الشامبيونز ليج الافريقي، مازال باش تصير القرعة قريبا. شو يلزم للترجي توا لجانب الاسباب اللي ذكرناها، ما نتصورش القرعة قريب تصير وباش تحدوا موعد بطبيعة الحال دور المجموعات، شنو يلزم الترجي وشنو يلزم نبيل معلول باش يلقى الحلول العاجلة باش يعرف ليفيكتيف او ليكيب تيب نتاعو على الاقل؟ ما انا باش نقول حاجه قبل ما يتكلم سيف، فما او نيفو اوفونسيف احببنا ام كرهنا، لاتاكون اللي ما ينجمش يعمل لا ديسيزيون، خاطر توا راهو لي غران كلوب هذوما الكلهم راهو يتنفسوا بالملاعبيه الكبار، نحبوا ولا نكرهوا، راهو اللي كيبات الكبار يلزم ديما فما ملاعبي كي بو فير لا ديفيرونس، كي بو بروندر معناتها اون ديسيزيون باش يربح ايكيب، ولا والامثله العديده اللي صارت في الترجي الرياضي التونسي اخرهم يوسف البلايلي. احنا اليوم وقت اللي كنت تتكلم انت على الهوني
سي فري سي ان بوان دانتيروغاسيون اسكو هوني اليوم قادر باش يفسخ الديفونسور ويمشي ويعمل لنا يعني يعمل لنا حاجه هذا اللي بعدنا عليه معنا برشا ما شفناهش نفس الشيء عملناه للبدري كيف كيف زاد ما لقيناهش ممكن بوتيتر البليسور ممكن برشا حوايج اليوم يزلنا لوم دو ديسيزيون وهي جمعيات الكبار تتنفس بدي جوار دو ديسيزيون اللي عندهم قيمه علاش احنا محمد علي بن رمضان نحبه انا نكره محمد علي كان مايسترو في وسط التيران عملناه في المطرح محمد علي وحده يهز الكره يكركر يمشي يضرب يحط كره في الفيلي وهذاك هو الجمعيات الكبار ولازمهم الملاعبيه هذوما من نوع لي دور نتاع اليوم فما النقطه الثانيه اللي بالنسبه لدكدوك ان شاء الله يشد روحه ويلعب بن حميده اوكي ولدنا وتبارك الله عليه وكل شيء ميسير لو بلون اوفونسيف مازال اموره ماهيش واضحه 100% يزوا يدوا سواني برشا لا ديرنيير باس نتاعو يخدمها برشا يدوا يعني يلزمو يخدم لي سونتراج نتاعو اونيتمون معناتها يلزمو يخدم برشا سي تان جوار جينيرو اي قوي سور لو بلون اتليتيك مي تعرف انت في جمعيه كيما ليسبيرونس هكا التوش الاخرانيه راهي مهمه جدا بالنسبه للاريير قلت لي نعطيك خمسه سته كور ما تنجحليش كوره نتاع بونتو تولي مشكل يولي اونديكاب بالنسبه لينا احنا يلزمو يلوج بيدو على الحلول دونك هذم النقاط اللي عندي انا باش نقولهم ممكن سيف عنده نقاط اخرى سيف حاب نرجع مع الحمد الهوني مش هذا المردود اللي تعودنا عليه الحمد الهوني دونك سيرمون فما اسباب علاش يعني الحمد الهوني اليوم مش نفس المردود حاول ها نشوفوه بدنيا تقريبا بعد 20 دقيقه لا بدينا نحسوا بالارهاق عندي والله هذه امور بدنيه عندي انا امور بدنيه بالنسبه للحمد الهوني خطر الحق معناها مش ماتش مش اثنين مش ثلاثه وقت كي تبدا الاسبيرونس بلوكي وتحب على جوار تكنيك وكنا نحكيوا فيها توا في اللوف قلنا يلزمنا جوار تكنيك جوار اللي يعمل الديفيرونس في جيست تكنيك في تير في 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 باس ديسيزيف خاطر عندنا برشا علي باس ديسيزيف توا اليوم حكينا على الكات كات دو الكات 3 3 بوغرين اليوم حبينا بوغرين اللي نجم يوصل اكثر يدخل أكثر. يدخل اكثر ويعطي لي باس في في في, في, في ليزانترفال اكثر وفي الظهر اكثر اليوم ما ريناش اليوم حمدي كيف كيف الحق معناها خذا 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 طونجو اكثر من اللازم عندي انا سامحني من عم ناول لتو حمدي الهوني مازلنا ما ريناش حمدي اللي نعرفوه من اول ما جاء الامور الاسباب هنا اكيد ستاف تكنيك يعرف شنو لازم مش لازم لكن ما تعرف جمهور اسبيرونس ما يصبرش اليوم لا قدر الله لا قدر الله ما ترشحناش كانت تصير معناها ديسيبسيون كبيره برشا بعد الانتدابات هذه الكل وبعد المصاريف هذه الكل وما ترشحش للشامبيونز ليغ معناها اونتر بارونتيز قربنا من الخروج حق معناها فهمت الحمد لله معناها ترشحنا هنا كمجموعه ممتازه عندنا لي ديفونسور بريسك دوبلور موجود ملي تيران كيف كيف برجوع محمد علي يرجع الفورم نتاعو كيف كيف لي زاتاكون عندنا دو تروا زاتاكون كيف اليوم على اليمين ولا على اليسار عندنا لي جوار شراره من هنا عندنا لي جون جوار نتاعنا عزيز عبيد اللي فريمون مش سربريز هي مادام وصل ريال في الاسبيرونس تيلير معناها برافو يكمل هكاك خاطر عنده لي كاليتي باش يكون موجود في ليكيب تيب وعنده لي كاليتي شفنا حتى قوه شخصيه في دو فوا في دو فوا معناها ياخذ كره ويتيري معناها برافو معناها عندي هنا شويه خدمه شويه ماتشوات طيب جدا كان ينجم يكون كلامنا مغاير اللي قاعدين نقولوا فيه لو سجل الترجي زوز ثلاث اهداف شوط الاول اربع اهداف لانه هي كانت مرهونه في 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 هدف تغير طريقه تكتيكيه نتاع فريق بلاتو يونايتد النيجيري دونك لهنا باش نحكيوا على فريق صاحب المركز الثاني في بطولته ماهيش بطوله سهله بطوله نيجيريه افضل من اينمبا المعروف اللي كنا نحكيوا عليه موجود في المركز الثاني كما ذكرت اليوم دفاعيا نجح 100% اكيد شوفوا معنا البلوك من الديفونسيف شوف شوف اسكندر شوف احنا رانا قلناها من اول ملي قعدنا في بلاتو قلنا حاجه اللي كيما تكون بوزيتيف كيما نيجاتيف راو انت وقت اللي تعمل 5 شانجمون اون لسباس دون سيمين سي كو امورك ماهيش واضحه 100% معناتها سا سو فوا كو فما مشكل ما تنجمش انت اونترونور اليوم تهبط فورماسيون بعد 5 6 ايام تشتر جمعيه تتبدل دونك فما مشكل معناتها انت كاونترونور مش معناتها راو نيجاتيف الشيء اللي عملته سي با ان ديفو هو ما فما حاجه فما سبب ممكن مشكور انه فاق انه فما مشكل في الجروب معناتها مي احنا بالنسبه لنا احنا كي نتفرجوا هكا ونشوفوا ونسمعوا بدلت 5 جوهر دونك فما ان بروبليم وينو المشكل؟ باه البروبليم وينو؟ اليوم وقت اللي نحكي ونقولوا دخلنا الكومبيتيسيون هذيا من غير حتى ماتش اوفيسيال وهي معناتها دونك تطلب في ريتم ما ينجمش يكون فما ريتم دونك ليكيب ادفيرس كي كان يحكي سيف قال لك تعمل لنا البلوك وتشدنا بعد ما تعمل لنا ريكوبيراسيون اوت نزيدوا نلقاوها التالي مسكره الدنيا الكل يعني ايسون بري فيزيكمون علينا احنا حتى ولو انه الكومبيتيسيون تاعهم ما بداتش حتى ولو
مي تعرف فما فما لا سوبر موتيفاسيون صحيح احنا موتيفي باش نربحوا مي فما لا سوبر موتيفاسيون تاع انه جاي ضد ليسبيرانس يعني لو ماتش دو لا في حكينا فيه منذ البدايه فيه دونك باش يكون سوبر موتيفي لادفيرسير مع انت رايك تعكسك شويه وفما نقطه اللي هم من هذا الكل قالها سيف راك ملاعب ايكيب جديده مازالت ما حتى فما فما دي زوتوماتيزم مازالت ماهيش 100% مضبوطه ومشدوده يعني برشا دي جوار معناتها اول مره يلعبوا مع بعضهم انا شنو نقول باش يعني انا باش نختم الكلام على الماتش هذايا نقول شوف سيت ان بون تيست لنبيل وللجروب باش تزيد تتوضح الرؤيه بالنسبه لنبيل دو اون دو دو فرحان البرشا ملاعبيه يعني اللي معناتها فريمون بالنسبه لي انا معناتها نجم نعملوا عليهم نتمنى وان شاء الله يكون لاباس بن علي باش يرجع بالبليسير نتاعه نتمنى انه دقدوق يشد فورمته ونشكر بن حميده مش راهو كيقول دقدوق معناتها بن حميده لا مي هنا بزوا زاد دو دقدوق باش يكون متواجد وموجود معانا رجعت مريح باهيه بالقدا باش تعاوننا برشا في اللاكس اوكي رجعت بالرمضان اوسي معناتها احنا هنا بزوا دو بالرمضان وليكيب ناسيونال بالرمضان مش الدراجه 100% ولا ان شاء الله الامور تمشي ان شاء الله الامور تكون خير في المستقبل تماشي انا مع كلامك خلينا نذكر بالانتدابات سبعة اللي قام بهم الترجي الرياضي التونسي دونك فيصل زريك شرار الاردني اللي شفناه مع اواخر المباراه كان ممكن زاد يكون متواجد كاساسي ولكن ممكن عامل خبره في المسابقات الافريقيه ما حبش يجازف فيه محمد علي بن علي من نادي الرياضي الصفاقسي كظهير ايمن رياض بن عياد مهاجم 26 سنه عقد 3 سنوات دونك معتز صدام ياسين مرياح محمد عزيز حسام دكدوك وزين الدين ساسي هذوما سبع انتدابات اللي قام بهم الترجي الرياضي التونسي هذا الموسم خلينا نقول كلمة والحقيقة تقال للطاقم تحكيم مصري لهذا اللقاء تقريبا صنفه دون أخطاء بالنسبة للحكم المصري سيف أكيد الحمد لله معناها دون أخطاء كان فيزيكمون كان معناها حاضر شفنا في اللي حتى في الأكسيون تاع البيلانتي ما كانش بعيد برافو ليه كيف اللي جوج معناها ما فماش دي فوت غراف كاو ان شاء الله ربي معاهم وان شاء الله هم قلنا من الاول ان شاء الله يطلع وجه مبروك الحمد لله صحيح تحكم في فما دي مومون ديسيزيف في الماتش بينهم البيلانتي عرف كيفاش يتحكم فيها شفنا ابراهيم نور الدين فريق ابراهيم نور الدين النيجيري زاد على الاقل معناها وقت اللعبه 0-0 حب يطيح في الريتم حب كيف الجارديان حب يشد كره وكان موجود الاربيتر ونبه عليهم برشا مرات فهمت هذيك خلينا نكملوا الدقيقتين اللي مازالوا كلمه دونك ترجي نتوي ونغلقوا قوس الترجي نادي الرياضي الصفاقسي هدف مقابل صفر يمكنوا من التاهل للمباراه الاخيره ذهاب واياب مازال قبل دوري المجموعات بالنسبه لكاس الاتحاد الافريقي كالعاده سياسيه رغم الصعوبه نوعا ما ولكن هذا اللي الاوبجيكتيف اللي بدا يخدم عليه كومام انه يبقى مع او يتاهل دور مجموعات ولما لقب من بعد هو نادي الصفاقسي الترشح ولا غير الترشح هنا صحيح ما شفناش الماتش ما نجموش نحكموا عليه لكن الاسونسييل والمهم والاهم هو الترشح هنا من بعد توجيه القرعه مع شكون لكن نعرف نادي الصفاقسي سيرتو في الكومبيتيسيون هذه عنده خبره هذه عنده خبره عنده خبره عنده القاب فيها بالقدام اكثر كيف في تونس سيفري ناخذ الكاف معناها المدرب نتاعو يعرف ان شاء الله مش مازمبيا ان شاء الله مش مازمبيا والله شوف معناتها راهو مازمبيا شوف بالنسبه بالنسبه للسي اس اس انا ممكن معناتها شفت السي اس اس في الدومي فينال وفينال والكل والله سيت ان جروب جون يعني ومازال يعني يسو شيرش معناتها ما نعرفوش السنه شنو هما الانتدابات نتاعو وشنو اللي عمل ولكن راهو معناتها يعتبر معناتها بصراحه معناتها حتى لو باركور جوسكا مينتنو اللي قاعد قايم به قاعد باركور هو يعرف يسافر ومن الفرق الكبرى اللي تعرف تسافر وترجع بنتائج ايجابيه نكملوا في 20 ثانيه اتحاد المنستيري ما يلزموش يخجل من نفسه صراحه نتيجه ايجابيه كانت مباراه الذهاب على مستوى الاداء نحكي هدف مقابل صفر ثم 3-0 مش سهل انك تلعب ضد الاهلي في القاهره بالذات عادي جدا عادي جدا عادي جدا مستير من اول يعني من اول هذوما المشاركات نتاعها ممكن انا بالنسبه لي انا ممكن فشلوا في اللالي مش في الرتور يعني ما قاموش يعني حتى كانت تنجم تكون ماتش نيل معناتها حتى في المخ يبدا مرتاحين اكثر اي سي تو عامل خبره عامل خبره هذا عامل خبره الاهلي المصري عنده فريق كبير هذا هو ملاعبيه كبار معلول شناوي سيليه معناها ملاعبيه لكن الاتحاد المنستيري ما تخزلش بالعكس
ان شاء الله حظ اوفر في المقاطع. هذا هو كي بانكا كان سيدار باش يجي له باش يجي له، جا في نهايه المطاف اليوم هذه الساعه حل في مطار تونس قرطاج، وغدوه باش يكون مباراه ضد النادي الافريقي. هو جاء تأدية واجب يظهر لي، لانه العقوبات اللي تنتظر فيه خاف منها. نعم، لانه للامانه معناتها نقولوا معناتها ما عنده حتى شانس باش يترشح للدوري القادم والافريقي. نعم، في طريق مفتوح واضح. شكرا لك كابتن عادل الأطرش، شكرا لك في اليوم. شكرا لك سيف المحجوبي، شكرا، نورتنا كالعادة، إن شاء الله تقابلوا في مواعيد رياضية قادمة. شكر خاص أيضا لكل فريق العامل اللي يعمل لكم هذا النقل المباشر، سواء كان من ملعب حمد العقبي براس أو لهنا في استوديو في المؤسسة التلفزيون التونسية في استوديواتنا المركزية. دونك شكر لمعدل حصة ربيع البغاني، أيضا ربيع البحوري وثريا المجبري، سيف الدين الظريف الإخراج، كل الزملاء دون استثناء. تقابلوا إن شاء الله في مواعيد رياضية قادمة، بقية متابعة طيبة على بقية برامج القناتين الأولى والثانية. إلى اللقاء.